هلا بنزل لتحت. انه خففوا شوي تعبئه بس عشقه يعني اسم الله فلتت العالم. بدك قانون لحتى انه يبعدوا عن بعضهم. يفتح البلد على شو يعني؟ شو اللي ناطرنا؟ ما هو لما ينفتح البلد بكره اليوم حتبين، حيدوب الثلج ويبين المرج بيقولوا، حتشوف العالم الطامه الكبيره اللي صرنا فيها، قصه الاسعار المش طبيعيه وعدم توفر المال لدى الناس. تفتح الحكومه ولا تسكر، الامر سيان صراحه. في امور ثانيه عليها الحكومه تعملها، اهم تفتح وتسكر البلد يعني.